اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى. معاكم ضحى نجاح ومعايا زميلي في تقديم الحلقه النهارده استاذ اسلام شريده، رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار. ازيك يا استاذ اسلام؟ اهلا بيك يا ضحى. اهلا وسهلا. بصفتك صحفي ورئيس تحرير، كنت عايزه اسالك يعني عن الازمه الليبيه في الساحه حاليا، ايه اخر تطوراتها؟ احنا عاوزين نتكلم عن ضيفنا بس موجود معانا. كنت هرحب بيه بعد ما نخلص عشان عشان بس السادة المشاهدين عارفين احنا معانا الضيف وهنتكلم لحين وصوله. تمام، هنتكلم معانا ضيفنا النهارده استاذ عادل الفيدي، عضو لجنه المصالحه الوطنيه الليبيه، هيبقى معانا بعد الفاصل ان شاء الله نتكلم معاه عن الامن المصري الليبي. بس عقبال بس ما نطلع الفاصل ممكن نتكلم عن اخر التطورات الموجوده حاليا في الازمه الليبيه، ايه اخر تطوراتها في الساحه حاليا؟ والله الأزمة الليبية بتشهد انفراجة كبيرة، يعني على عكس الفترة اللي هي الأولانية خاصة بعد اتفاق الصخيرات وانسحاب كثير من الميليشيات وانشقاقات بين الميليشيات في حكومة السراج بعد تدخل القوات المسلحة المصرية ورئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ أول أمس كان هناك سيد عباس كامل مدير المخابرات العامة كان جالس مع السيد حفتر المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية لحل هذه الأزمة والالتزام الطرفين سواء في حكومة الشرق أو الغرب بالنزاعات اللي هي قائمة بينهم بعدم استخدام السلاح والاتفاق والوصول إلى سلام دائم بين الطرفين وحل هذه الأزمة. هل التزمت الطرفين بالاتفاقية دي ولا لسه في مناقشات؟ يعني هناك خرق من هذه الاتفاقية من قوات السراج وهذه الميليشيات ولم تلتزم إلى حد كبير، ولكن هناك دايما بتحاول تصد هذا الاختراق القوات المسلحة الليبية لحماية المنطقة الشرقية. طب وإيه دور مصر ورئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتفاق؟ والله الأمن القومي المصري والحدود الغربية لمصر، يعني ليبيا هي أمن قومي لمصر، فأي قلاقل أو مشاكل في ليبيا بتؤثر على مصر، لأن مصر طبعا الحدود الغربية دي يعني حدود استراتيجية وهي أمن قومي، فأي اختراق للحدود ستتصدى لها القوات الجوية المصرية لإنهاء هذه الأزمة. طيب كنا عايزين نعرف برضو رأيك في الزيارة الأخيرة في شهر أغسطس لوزير الدفاع التركي والقطري لمسؤولي حكومة الوفاق الوطنية. والله احنا عارفين تعليقك ايه مثلا؟ والله انت عارفة ان حكومة الوفاق دي مدعومة من تركيا ومن رئيس التركي أردوغان ومن قطر، قطر بتدعم بالمال وتركيا بتدعم بالميليشيات، لأن تركيا لها أطماع طبعا في الشرق المتوسط، ولكن طبعا قدر الرئيس بتاعه السيسي أن هو يوقف هذه المخططات بعد ما قال لهم أن سيرت والجفرة خط أحمر ممنوع الاقتراب منهم، فبدأت الكثير من الميليشيات المدعومة من تركيا بالانسحاب من الأراضي الليبية خاصة في المنطقة الغربية، وحدث هناك انشقاقات أيضا وخلافات بين حكومة السراج والقوات التركية، وقدم السراج استقالة، وكانت ده كان سر غريب في أنه يقدم استقالة وبعد كده أنه يرجع تاني. فطبعا الموضوع مش غريب الزيارة، ولكن هو طبعا معروف أنه دعم لأن ليبيا مش بس تركيا وقطر اللي بتدعمها، هناك دول حتى أوروبية ليها مصالح ومش عاوزين نذكرها في ليبيا، يعني انت عارفه ليبيا كانت زمان احتلال ايطالي، فهناك دول كثيره لها مصالح خاصه ان الاراضي الليبيه اراضي غنيه بالموارد البتروليه والمعادن والثروات المختلفه. طب عشان قبل ما نخش في الموضوع الاصلي بتاعنا اللي هو الامن المصري القومي الليبي والمصالحه الليبيه مع الضيف بتاعنا، ممكن نفهم الناس بس كده برؤوس عناوين بسيطه اصلا الازمه اللي بقى من ساعه الثوره بتاعتها فبراير، الانشقاق حصل ايه، مين بقى مع مين ومين بقى ضد مين، الحكومه اللي اتعملت برئاسه السراج تبع ايه، عشان الناس تفهم اكتر معانا صوره كامله. والله منذ قيام الثوره الليبيه كما ادعوا بالثوره الليبيه واغتيال الرئيس الراحل معمر القذافي حدثت انشقاقات بين القبائل الليبية المختلفة خاصة في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية،
واصبح حتى يعني المنطقه الغربيه تمثل تهديدا على الامن القومي الليبي والمصري، لانها تدخلت فيها دول اخرى زي ما قلنا قطر وتركيا، فبدات تدعمها لمحاوله السيطره على جميع الاراضي الليبيه. وحينما اصر القائد العام المشير خليفه حفتر بعد دعم الدوله المصريه له، انضمت جميع القبائل واقر البرلمان الليبي بهذه الحكومه، وان اصبحت هذه الحكومه حكومه شرعيه، لان الحكومه لا تمثل لا تكون لها شرعيه الا بعد اقرار البرلمان الليبي. فبدات هناك تدخل الاموال، وهناك المرتزقه والاخوان بداوا يتوغلوا في الاراضي الليبيه. ولكن طبعا احنا نذكر حدث شهير حينما تم قتل المواطنين المصريين المسيحيين. القوات المصريه قامت بالفعل في نفس اليوم، كان هناك قرار باخذ الصقر لقتل هذه الميليشيات، وبالفعل تم ضربهم في ديرنا، وبدات الميليشيات تنسحب الى الغرب. فلذلك الغرب اصبح هو بؤره لجمع الميليشيات ودعم بعض الدول، لكن مصر تقف بالمرصاد في الحقيقه، والرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهد غير عادي خاصه في المجتمع الدولي لكي يثبت العالم ان هذه الحكومه حكومه شرعيه، وان هؤلاء لهم اطماع مختلفه في ليبيا، بل ليست للدفاع عن الاراضي الليبيه ولكن لمحاوله الاستيلاء على الثروات الليبيه. تمام. طب ايه رايك برضو في فكره انه حكومه الوفاق الوطنيه دي هي المعترف بها شرعيا ومعترف بها دوليا مع الامم المتحده، وفي نفس الوقت برضو معروف انه بيدعمها قطر وتركيا، وبتزود الارهاب في ليبيا وبتزود الميليشيات لعمل نزاع داخل الدوله، فايه دور الامم المتحده في حل النزاع ده، ولا هي بس واقفه بتتفرج؟ والله انا مش هنقول الامم المتحده كلها بتعترف بالحكومه، ولكن هناك بعض الدول بتحاول انها تعترف بشرعيه حكومه الوفاق اللي هي برؤوسها فايز السراج، ولكن الحكومات لا تشكل الا باعتراف البرلمانات اللي هي فيها. فالبرلمان الليبي اقر بشرعيه حكومه المشير خليفه حفتر، وعقد مؤتمرات كتيره، وجه هنا رئيس البرلمان الليبي وجه المشير خليفه حفتر، وبدات مصر تدعم هذا القرار، لان مش انا ما اقدرش يعني اكون ليا شرعيه الا بموافقه البرلمان. فايز السراج ليس له اي شرعيه، فايز السراج حكومته مدعومه من دول اخرى، والحكومات لا تدعم من دول اخرى الا في حاله واحده، الا في حاله المسانده، ولكن هم مدعومين من دول اخرى زي ما قلنا بترأسهم تركيا وقطر، ولكن للاستيلاء على ثروات الشعب الليبي. يعني حصلت انشقاقات بين المرتزقه السوريين والاتراك والجنسيات المختلفه اللي جابهم اردوغان في ليبيا، كان الواحد منهم كان بياخد حوالي 2000 دولار، وبدات الدعم يقل من الموضوع ده، فبدات تحصل بينهم انشقاقات وناس كثيره انسحبت من هذا الموضوع. فحكومه فايز السراج حكومه تمثل هي راس للارهاب بالظبط، الذي يريد تدمير الدوله الليبيه ولكن لا يريد اصلاحها. تمام. ما كان معانا مداخله. تمام، مداخلة اتقفلت. طيب نطلع فاصل ونرجع مع الضيف بتاعنا. ماشي، نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعايا زميلي استاذ اسلام شريده رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار، وبنعتذر عن تاخر الضيف اللي حصل ظروف معاه يعني، فعشان كده اتاخر معانا. طب نرجع تاني يا استاذ اسلام عن ان احنا نتكلم عن مصر وليبيا. طبعا ده تاريخ قديم قوي، ومن زمان لغايه دلوقتي مصريين كثيره بيهاجروا يعيشوا في ليبيا ويشتغلوا هناك، وتقريبا الاقتصاد الليبي قايم على العماله المصريه زي العماله الليبيه بالظبط، يعني كتف بكتف. فممكن نتكلم عن روابط الشعب الليبي بالمصري؟ والله إن, 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 إن ليست روابط عادية، ولكن هناك روابط أسرية وعائلات، العائلات الليبية منتشرة هنا في مصر، خاصة في منطقة محافظة الفيوم، محافظة مرسى مطروح، والليبيين لهم جذور كبيرة هنا في مصر. وفعلا زي ما انت قلتي، العمالة المصرية كانت بتمثل في ليبيا بشكل بنسبة كبيرة جدا بالعمل في جميع أنحاء المحافظات الليبية، وجميع وقام الاقتصاد الليبي فعلا بشكل كبير على هذه العمالة، خاصة
في عصر الرئيس الراحل معمر القذافي، فهناك روابط ليبية مصرية قوية ولها جذور. الجذور هي جذور عائلات موجودة هنا بالفعل في مطروح زي ما قلنا وفي محافظة الفيوم. طيب ممكن نتكلم مثلا عن ليبيا وصلت لفين وهتوصل لفين من الميليشيات والإرهاب والاقتصاد؟ أنا عاوز بس أتكلم قبل ما نتكلم في الموضوع ده، أن عاوز أقول أن القوات المسلحة المصرية هي اللي أسست الجيش الليبي، وهناك نصب تذكاري بمنطقة أبو رواش هنا بالجيزة، تم نصب هذا النصب منذ عشرات السنوات، والقوات المسلحة المصرية هي اللي دربت الجيش الليبي، وهي اللي استطاعت أن يكون هناك جيش ليبي قوي. وطبعا مش هنقول ان ليبيا لا تتمتع بالجيش، ولكن ليبيا لها جذور، خاصه جذور قديمه منذ الاحتلال الايطالي لليبيا وقيام المجاهد الراحل عمر المختار بتزعم هذه القوات الوطنيه، واستطاع طرد القوات الايطاليه من هذه الاراضي من الاراضي الليبيه، حتى قاموا باعدامه منذ فترة طويلة. ولكن هنقول عن الدور القوات المسلحة والدور بينها وبين القوات المسلحة الليبية، القوات المسلحة المصرية والليبية هناك تنسيق على أعلى مستوى خاصة في المنطقة الغربية، هناك دوريات وقتية ولحظية من القوات البحرية من القوات الجوية وقوات الاستطلاع الجوي والمخابرات لتأمين هذه المناطق ومنع أي سيارات من القوات المرتزقة والإرهابيين الدخول للأراضي المصرية. وإذا لوحظ في الفترة الماضية تم ضرب الكثير وعشرات من السيارات الإرهابيين الذين حاولوا الدخول للأراضي المصرية من خلال الحدود الغربية اللي هي بتربطنا بين السلوم وبين ليبيا. طب هل ممكن نتكلم عن الميليشيات الإرهابية الموجودة؟ هل في تدفق زايد أو متناقص اتجاه طرابلس؟ الاختراقات اللي بتحصل لطرابلس هل في تزايد ولا تناقص؟ والله لا، هي بدأت تتناقص، لأن طبعا هو ما زال هناك تدفق، لأن الدول لا تنظر إلى تركيا، بالرغم أن هي تركيا بتودي الميليشيات رؤية العين أمام المجتمع الدولي، ولكن ما تصدت لها القوات المسلحة المصرية والقوات الليبية حدثت انشقاقات كبيرة وحدثت خسائر فادحة لهم في الأموال والعتاد والأرواح حتى، يعني تم قتل العشرات وما زال يوميا يتم قتل العشرات من هذه الميليشيات، وأصبحت يعني تركيا مش هنقول تتخلى، ولكن أصبحت الميليشيات تنسحب ويحدث بينها انشقاقات، انشقاقات بين المادة، ما بيقبضوش فلوسهم كده يعني. تمام. طب نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام تاني. نطلع فاصل ونكمل كلامنا تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعايا زميلي استاذ اسلام شريدح رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار، ورجع معانا ضيفنا استاذ عادل الفايدي عضو لجنه المصالحه الوطنيه الليبيه. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك وبالساده المشاهدين. وبنعتذر عن التاخير يعني على اللقاء. انا طبعا كنت خارج عن ارادتي يعني، كنت شغال مذيع وضيف، ولكن طبعا عشان حضرتك اتاخرت كفيت ووفيت. هم دائما المصريين دائما يتكلموا ليهم الحق، يتكلموا عن ليبيا ويتصرفوا مع ليبيا، لان ما فيش فرق. أنا لسه هو نفس المشكله هناك، نفس القضيه، نفس المصير. نعم كنت بتكلم هناك نسب وعائلات وقبائل طبعا. ولكن احنا كنا عاوزين، احنا بنتكلم حلقه النهارده عن الامن القومي المصري الليبي، كنا عاوزين نعرف من حضرتك آخر التطورات على الأراضي الليبية والساحة الليبية، وهل مدى وصلت الخلافات بين حكومة الغرب اللي هي بيرأسها الحكومة الإرهابية فايز السراج والمشير خليفة حفتر، وهل هناك نزاعات ما زالت إلى الآن أم الدنيا بدأت تستقر؟ وتدخل طبعا الدولة المصرية في هذا الأمر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما بنتكلموش، المعطيات كثيرة والمتغيرات كثيرة جدا على المشهد الليبي. كل يوم فيه جديد، كل يوم فيه أحداث جديدة، لأن هناك صراع
على النفوذ في هذه المنطقة المهمة والمنطقة الاستراتيجية بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل عام. تمام. ولكن دعونا نتحدث عن أفضل ما تم إنجازه منذ عام 2011 إلى هذه اللحظة. تمام. كنا دائما داخلين في صراعات ما حدش عارفها. الصراعات هذه هل هي صراعات قبلية؟ ناس تفسرها صراعات سياسية، ناس تفسرها صراعات فكرية، ولكن اختلاط هذه الأوراق خلى المجتمع الدولي غير قادر على توصيف الأزمة الحقيقية الليبية. ولكن أفضل ما تم إنجازه في هذه المرحلة حتى الآن هو دخول الشقيقة مصر على الخط وفرضها للخط الأحمر ووقف الاقتتال، المبادرة اللي طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوقف بها القتال رسميا. حتى هذه اللحظة، منذ هذا الإعلان حتى هذه اللحظة، لم نسمع عن اقتتال ولا نسمع عن حرب، نسمع عن مناورات، محاولات، ولكن لا يوجد شيء على الأرض بواضح. فأصبحت هذه الخطوة هي الخطوة الأساسية الحقيقية الفاعلة اللي كانت تصب في مصلحة المواطن الليبي من الدرجة الأولى. يعني هذه المبادرة ما كانش وراها أي أهداف أخرى إلا وقف القتال بين الأشقاء، لأن احنا كنا وقود لهذا الصراع الدولي في ليبيا. وبالتالي هذا موقف يحسب لمصر وما هو جديد عليها. مصر طول عمرها سباقة في هذه الأمور ووقفت الحرب بهذه هذه أفضل حاجة وصلنا لها. أما ما يتعلق بالوضع العام في ليبيا، فالوضع العام في ليبيا فهو وضع يعني الجميع يعرف ان هناك استقرار شكلي، ولكن في حقيقه الامر هناك تدخل تركي، هناك مساعي تركيا لفرض نفسها في المنطقه. لم يتوقف رغم الاتفاقات اللي في قالوها في برلين وقالوها في من عارف وين، في كل المؤتمرات اللي تم عقدها سواء كانت عبر الفيديو كونفرنس ولا سواء كانت الأخير في اتفاق الصخيرات الأخير حتى، كل هذه كانت تنص على بنود أساسية. لم نسمع ببند الكتاب واحد تحقق في هذا الأمر. كانوا يقولوا أن لابد من طرد الميليشيا، طرد المرتزقة، وقف الاقتتال، وقف القتال، كل وقف السلاح، دخول السلاح إلى ليبيا، وقف الهجرة بتاع المرتزقة والقاعدة اللي بلموا فيهم من كل مكان وجمعهم في ليبيا. الكلام هذا ما تمش تطبيقه. الحكومة الشرعية طبعا. الاعتراف بالحكومة الشرعية تو انت، هي الحكومة الشرعية ماذا قدمت الحكومة الشرعية؟ الحكومة اللي هي انا بتكلم اللي هي حكومة، لا المشير خليفة حفتر اللي اعترف بها البرلمان الليبي. الحكومة هذه اعترف بحكومة السراج. حكومة السراج يعني سواء حكومة السراج المجتمع الدولي يعطيها في شرعية، يعطيها شرعية من المجتمع الدولي. والله والله لا، خلينا نكون واضحين. المجتمع الدولي، البحث في الأمم المتحدة لا تعترف الا بحكومة السراج. بالضبط. ولكن هنا هو السؤال يطرح نفسه، ماذا قدمت حكومة السراج للشعب الليبي؟ قدمت له شيء في منتهى الخطورة، وآخر شيء توصلوا له حكومة السراج اللي هو فكرة أو أضحوكة اللي ضحكوا بها على الشعب الليبي، مسرحية سمجة اللي ما فنش فاهمينها. مسألة توحيد سعر الصرف، من المستفيد من توحيد سعر الصرف؟ لن يستفيد المواطن الليبي البسيط، ولا حتى رجل الأعمال، ولا حتى مش هيستفيد من توحيد سعر الصرف. ترفع عليه من جنيه و40 قرش الى 4.28 قرش. هذا الفرق هيتحمله، هيكون عبء وثقل على كاهل المواطن البسيط. هيزيد قوه الدينار، قوه شرائيه للدينار الليبي ضعفت معش نفس الاول. وفي نفس الوقت هم بيعوضوا بها في هذه القيمه اللي بتاخذوها، بيعوضوا بها الاموال التي نهبت وسلبت من حقوق المواطن الليبي باش يسكروا بها ميزانياتهم. هذا إذا كانوا بيفكروا بهذا الشكل، كانوا هم ما بيبوش يستمروا في عملية نهب ثروات ليبيا والاستمرار في سلب ثروات ليبيا بشكل قانوني وبشكل ممنهج. تمام. طب هل من وجهة نظر حضرتك فائز السراج هينصاع على المصالحة الليبية وخصوصا أنه هو بيدعم بشكل كامل من تركيا وقطر، بما أنه أمرهم أمره زي ما بيقولوا؟ أنا أتوقع شيء اللي في المشهد الليبي، وهذا يعني تاريخ بيقولك، يعني أنا أتوقع أن الجيش هيكون له، الجيش الليبي أو القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر هيكون لها رأي وهيكون لها الكلمة الفصل في المشهد الليبي، وبالأخص
الجيش الآن قاد يأسس في أسس صحيحة ويبني في نفسه بناء قوي. أيضا هناك عملية التفاف كبيرة جدا، التفاف الحاضنة الشعبية كل يوم تزيد للجيش، وكل يوم يتضح للمواطن الليبي ويتضح للمجتمع الدولي مدى السوء اللي بتقوم به الحكومة السراج واللي هم جابوا حكومة السراج. يعني خلينا نقول والله أنا مشفق على السراج ومشفق على وزراءه، لأنهم مساكين ما داروا شيء ولا الآن ما داروا شيء، لأنهم يجيهم في تعليمات هم ديروا توجهوا قولوا. طب أنا أختلف مع حضرتك في النقطة اللي هي بتاعت المجتمع الدولي. أولا الحكومات لا يعترف بها إلا من خلال البرلمانات اللي هي فيها، يعني البرلمان الليبي هو الذي اعترف بحكومة المشير خليفة حفتر، وكمان يعني قبل البرلمان القوى الشعبية والقبائل كلها تجمعت وما زالت، وانت حضرتك قلت ما زلت تقول ان ما زالوا يتجمعوا حول المشير خليفة خفتر وحول القوات المسلحة الليبية. نعم. وما زالت هناك ناس كتيرة جدا من المواطنين الليبيين انضموا لقوات الجيش الليبي. نعم. فقوات السراج قوات مدعومة من حكومات ليها مصالح في ليبيا. تعرف ان ليبيا زي ما انت حضرتك أدرى ان كانت احتلال ايطالي، تركيا اصبحت بتدعمها بالميليشيات وقطر دعمها بالمال امام المجتمع الدولي. نعم. والمجتمع الدولي بعض الدول منه بعض الدول الغربيه لها مصالح في ليبيا، فاحنا ما بنعترفش الا بحكومه السراج، يعني بحكومه اسف المشير خليفه حفتر لاعتراف البرلمان الليبي بيها. يعني احنا لو البرلمان الليبي ما اقر شرعيه الحكومه المصريه مش خلاص مش هنعترف بيها. لا هو احنا هنا انت حضرتك هنا الاعتراف لابد يكون الاعتراف ما يعني يكون واضح الكلام فيه، لان احنا اذا كان هو على احنا شن نحبه وش نتمنه شيء والواقع شيء بالضبط. يعني المجتمع الدولي الان وفق اتفاق الصخيرات ووفق مجلس الامن ووفق الامم المتحده ووفق حتى الدول العظمى اللي هي لها راي في مجلس الامن وتقدر تقره، هي معترفه بدعم حكومه الوفاق اللي هم جابوهم، هم صنعوا هذه الحكومة وجابوها وقالوا احنا معترفين بها، في حين أن العبء الأكبر موجود على حكومة البرلمان اللي موجودة في الجهة الشرقية، لأن الحكومة اللي في الشرق اتبع في إقليم برقة بالكامل، اتبع في إقليم فزان بالكامل، وبالتالي هي ثلثي الدولة فعليا تحتها، يعني ثلثي الدولة فعليا تحت أمرة أو تحت تصرف الجيش الوطني وحكومة الحكومة الليبية اللي هي برئاسة عبد الله الثاني. ولكن المجتمع الدولي ما زال يقول هذول هم اللي هيجيبوا الحل، فيش ينتظروا، وكل يوم احنا حقل تجارب، خلونا حقل تجارب. هم ما زالوا متفقوا مع بعض، وبالتالي يطيلوا في أمد مرة يفصلوا لنا البرلمان وياخذوا مجموعة ويمشوا بهم لطرابلس ويديروا بهم برلمان وينشقوا، ومرة يطلعوا لنا مجلس الدولة المجلس الأعلى للدولة ويقول لك هذا الغرفة الثانية بيش يبقى بديل عن ما نعرفش. المهم هذه مناورات سياسية كلها، ولكن هي مناورات سياسية فاشلة، لأن هناك فرق كبير. نحن هناك ندافع فرق بين حكومة نحن تحمي ندافع الشعب وحكومة بالضبط. أنا نبي نقول لك شيء، نحن ندافع عن وطن، نحن أصحاب قضية بالضبط. هم ليسوا ليبيين، ما همش ليبيين هذول. نعم. اللي جايين يبوا يدعكوا فينا في ليبيا. ما همش ليبيين، هم اللي همتهم المصلحه، همتهم شويه النفط، همهم الامور الاقتصاديه، همهم المصالح اللي تربطنا بهم. ولكن شوف الفرق بيننا، بندافع عن وطني، بندافع عن عرضي، بندافع عن ارضي، بندافع عن مستقبلي ومستقبل الاجيال القادمه. وهذا الفرق في عقيده، فرق بالعقيده اللي بيني وبينهم، وهذا يؤكد على ان احنا مستمرين في هذا الامر ولن نتخلى ابدا عن ليبيا، ولن نتخلى عن الدفاع عن ليبيا ضد أي غزي، سواء كان من الأتراك سواء كان من أي كان. لابد أن احنا يكون موقفنا موقف متكامل وموقف واحد، ولكننا في الجانب الآخر نفتح نطرح إيدينا للسلام مع أخواننا أخوتنا اللي هم الليبيين، اللي هم انساقوا خلف بعض الأطماع وبعض الوعود الواهية الكاذبة اللي مش هتحقق لهم أي شيء على أرض الواقع، ونقول لهم أن نحن الباقين لبعضنا. المستعمر هذا ما من مستعمر جاء واستعمر دولة وقعد فيها حتى مئات السنين، ولكن في النهاية شنو طلع؟ ما قعدش فيها.
اكيد حتى هذه اللحظه فات اسرائيل بس هي اللي استعمرت فلسطين ولا انت وما طلعتش وما زال عرفت الا الباقي كله كل مستعمر لابد يجي ويقعد ياخذ جوته ويمشي ويحقق مصالحه له بيه ولا نهايه وان شاء الله باذن الله صامدين للنهايه وجيشنا معانا ونحن خلف الجيش وخلف قيادتنا العسكريه بقياده المشير خليفه بن قاسم حفتر وسنظل باذن الله داعمين لكل التوجهات الوطنيه اللي تحقق لنا وطن امن مستقر ذا سياده. طيب ممكن نعرف من حضرتك ايه هو دور القبائل الليبيه في محاربه الارهاب؟ محاربه الارهاب او الجماعات الارهابيه او الميليشيات لما طبعا المرتزقه اذا تحدثنا عن محاربه الارهاب بالمعنى المتعارف عليه يعني فهذا تخصص حكومات وتخصص دولة. الآن في ظل عدم وجود الدولة الليبية القوية اللي كنا نعرفوها أصبح العبء على شيوخ القبائل لأنه ما فيش عندك شيء ما عندكش أي مؤسسة قوية حتى المؤسسة العسكرية ما زالت ما وصلتش لمرحلة النضوج الكامل إن هي تقوم بكل شيء. لكن القبائل بدأت على قد جهدها على حسب المتاح لها. أول شيء أنها رفعت الغطاء الاجتماعي عن أي مارق عن أي إنسان يكون متشدد ولا إرهابي ولا ينقاد في طريق هؤلاء الإرهابيين اللي يروعوا الناس ويروعوا هذا أول شيء دارت القبائل باتفاق عام الكلام هذا رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يروع المؤمنين ولا يتجه هذا أو ينتهج هذا الأسلوب الإرهابي ونحن ما نشبه رقم اثنين بدأت القبائل تعطي أبنائها وتقدم أبنائها للمؤسسات العسكرية والشرطية باش تقوي هذه المؤسسات باش هذول يكونوا هم الحارسين أو الحراس على النظام وحراس على الأمن وحراس على تطبيق القانون وهذا بند آخر وكل القبائل قدمت من أبنائها ومن خيرة أبنائها في سبيل هذا الأمر ما كانوش يرجعوا لا في فلوس ولا يرجعوا في مناصب ولا يرجعوا في شيء هذا بيقدم نفسه بيقدم ابنائه وهو عارف ولده ممكن يمشي ما يرجعش عليه مره ثانيه ومع ذلك كان عمل منظم وكان عمل طوعي ما فيش تجنيد الزامي في ليبيا طيب احنا كنا عاوزين نسال سيادتك في رايك في قرار رئيس السيسي او راي رئيس السيسي حينما قال ان سرت والجفره خط احمر وامتنع فعلا عادة القوات التركية وعادة المرتزقة لما لقوا مصر هتتصدى لهذا الأمر بالمرصاد والسؤال الأمر الثاني إن القوات المسلحة الليبية هي الأساس الجيش الليبي وما زال النصب التذكاري هنا في أبرواش وانت عارف حضرتك حضرنا معاه نعم حاجة زي نعم كده نعم وما زالت القوات المسلحة تدعم وهتقوم الجيش الليبي والرئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم احنا لما جمع شيوخ القبائل لهم احنا مش عاوزين منكم حاجة احنا عاوزين حماية مصر وليبيا ونحافظ على الأمن القومي المصري الليبي. بدأت حديثي معكم في أول لقاء أول ما جيتكم وقلت لكم دعونا نتحدث عن أفضل ما تم إنجازه في هذه الفترة. لم أتحدث عن لا صخيرات ولم أتحدث عن برلين ولم أتحدث عن زيارات روسيا ولا الصين ولا أمريكا ولا من هذا كله ما تحدثتش عليه لأن هذا كل ما تم في الملف الليبي لم يحقق الحد الأدنى من طموح المواطن الليبي البسيط ولكن ما قامت به مصر المنطقة الشرقية اختلفت اختلاف كل وجزء أنا لا أتحدث أنا لا أتحدث على منطقة أنا أتحدث عن وطن وطن ليبيا يبدأ من حدود مصر شرقا إلى حدود تونس والجزائر غربا عرفت هذه ليبيا ما نقدرش نتكلم عليها شرق وغرب وجنوب ما زال الانقسام طبعا هذا انقسام هم يبي يرسخوا في أذهاننا هذا الانقسام ولكن نحن لن نقبل بهذا الانقسام لن نقبل بهذا الانقسام هذا شوف الليبيين حتى لو كانوا يصلوا يبدوا يشحتوا في الشوارع مش هيقبلوا الانقسام نحن عادتنا بسيط احنا ما فيش لا يمكن لا يعني حرب نفسيه اكثر ولنا طوائف ولنا قبائلها تلقاها كلها من بعضها وكلها تلقاهم كلهم يتلمهم جمعيه واحده طب ليش شيوخ القبائل ما بينضموش بتوع الغرب للمنطقه الشرقيه والشرق تو انت عندك المشكله انت افضل شيء نموذج باش نرد عليك ونرد على المجتمع الدولي وكل من يشكك في هذه النقطه بالتحديد لما صارت المشكله في مدينه سبها منذ ايام وكان في مشكله في قبيله القذافه وكان فيها موت وكان فيها مشكله كبيره مش مشكله بسيطه سرعان ما توجه اهل شيوخ القبائل من المنطقه الشرقيه بواعز وطني ما فيش حد قال لهم عدوا ولا واحد طلبهم قال لهم تعالوا حلوا المشكله في نفس التوقيت توجهوا القبائل الأخرى من الغرب بقيادة قبيلة ورفلة ومشاركة العديد من القبائل أيضا ومن وين التقيوا لا فايز السراج
قال جماعة المشايخ في الغرب عدوا حل المشكلة، ولا عبد الله الثاني قال جماعة القبائل في الشرق روحوا حل المشكلة. الترابط الأسري. لكن هذا الترابط هذا هو أنا أتكلم على منظومة القيم الليبية هنا تتضح تتضح أهمية وقوة منظومة القيم الليبية. باهي لما جت القبائل من الغرب وطلعت القبائل من الشرق أين التقوا؟ التقوا في الجنوب. كانوا في ضيافة من؟ ما كانواش لا في ضيافة حكومة لا في ضيافة هذا لا في ضيافة. كانوا في ضيافة قبيلة المقارح. إذن هذا عمل وطني، هناك تكامل وطني، هناك ترابط وطني. النسيج الاجتماعي الليبي مازال مترابط وقوي جدا، بيحاولوا بكل الطرق أنهم يتفوا هذا النسيج، أنهم يقللوا من أهميته، يقللوا من قوته، ولكن ما يقدروش. حقيقة الأمر التقوا، ولما تلتقت القبائل هذه شكلوا لجنة واحدة. قال ماشي في حاجة اسمها هذا من الشرق وهذا من الغرب، ما دامك التمينا هي لجنة واحدة، واللجنة الواحدة أدلت ببيان. البيان اللي قالته اللجنة مش على الكل وانتهى الكلام. هذا دليل على أن الترابط موجود وقوي وهادف، يعني مش ترابط هيك عشوائي. بالعكس الليبي لما يجي أخوه الليبي وضيت عليه، يقول وضيت عليه كبير، يعني لما يجيه يقول لا فيه ولا فيه مشكلة ولا نبغى نحل المشكلة هذه ولا من عشان خاطري تحمل ولا عشان مثلاً. هي هذه الجزئية اللي موجودة في ليبيا، لأن ليبيا مبنية دولة قبائل منذ القدم، من دولة قبائل. اليوم في حربة الطليان وهي قبائل، حربة الأتراك وهي قبائل، حكمها الملك وهي حكمها بالقبائل، حكمها القذافي بالقبائل، أياً كان اللي بيجي مرة أخرى، لأن هذا نموذج طبعاً. نموذج صحيح، هو نموذج يعني ما تمش توظيفه بالشكل، يعني ما تمدنتش الدولة، ما تحولتش إلى دولة مدنية بالشكل اللي نطمح له، ولكن برضو ما هوش تأثير. يعني إحنا ما بنقولوش القبيلة تحكم، حتى لو غلطنا الآخرين ما يصطادش حد في الماء العكر. القبيلة هذه، القبيلة هذه مظلة اجتماعية تحرص على القيم والمبادئ والأخلاق، حماية التراث الموروث التاريخي للمواطن الليبي، أيضا في نفس الوقت بتكون داعم ورادع لأي من تسول له نفسه أنه يتعدى حدود الحريات المتعارف عليها في ظل عدم وجود قانون وعدم وجود أجهزة ممكن تردع هذا الأمر، تقوم بهذه القبائل الحالية. طيب أستاذ عادل، كان في تقريبا الأسبوع اللي فات لقاء بين رئيس المخابرات المصرية واللواء حفتر، كنا عايزين نعرف مضمون اللقاء كان إيه؟ إيه اللي دور بالضبط؟ هو حقيقة الأمر يعني هو اللقاءات لم تتوقف، يعني لم تتوقف اللقاءات بين المسؤولين، السادة المسؤولين في مصر ولا المسؤولين في ليبيا. إنه هو تنسيق، لأن كيف ما بدأت أنت في سؤالك بتقول لي نبغى نعرف ما هو تأثيره على الأمن القومي المصري الليبي. والأمن القومي المصري يبدأ من وين؟ فيه كل واحد يقوله بمكان. أنا كان على تقديري أن الأمن القومي المصري يبدأ من عند الدار البيضاء، عرفت؟ ومسؤول عليه مصر، وآخرة ينتهى في الخليج العربي ومسؤول عليه مصر. مصر مسؤولة عن كل المحيط بالضبط. أنا مش أنا اللي مش أنا اللي مش أنا اللي بنعطي هذا، هي الدولة وضحها 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 هو اللي يعطي هذا. فهذه الزيارة يعني زيارة أنا نشوف فيها زيارة طبيعية جدا، أنها في إطار تنسيق المواقف، في إطار تنظيم الإطارات السياسية. وهذا أمر مهم جدا، يعني كل الزيارات هذه بتقوي وتدعم الموقف المصري في الملف الليبي. طيب ممكن نعرف حضرتك يعني في ختام الحلقة كده، نعرف ليبيا هتوصل لغاية فين؟ يعني الوضع الحالي بيبشر بإيه لقدام، سواء اقتصاديا أو سياسيا؟ الإعمار، حتى هل بدأ الإعمار في ليبيا ولا لسه ما زال الأمور غير مستقرة؟ الصورة الكاملة هتوصل معنا لفين؟ والله أنا ما نبيش يعني نحمل مصر جزء آخر يعني زيادة عن ما متحملة، لأن مصر طبعا لا، أصل الإعمار ده هيشترك فيه الدول كتيرة. تشترك، لكن لابد أن برضو أنا نقول لك كل أمر تبيه يسير في ليبيا ويكون ذا جدوى لابد أن يمر من خلال برعاية مصرية مصر. طبعا البوابة المصرية طبعا طبعا. هذه الحالة مصر هي المسؤولة طبعا بالضبط. ولكن هل يعني في ليبيا ان شاء الله قريب فعلا ان الامور تستقر فيها ويبتدي الاعمار فيها وترجع كما كانت؟ طبعا الاستقرار اول خطوات الاستقرار هو وقف الحرب بالضبط، والحرب وقفت. بدأنا في الحوارات السياسية، صحيح لم نحقق
نتائج ملموسة، ولكن على مستوى اللجنة 5+5 أعتقد أنها بتتجه في خطوات إلى حد ما إيجابية وجيدة، ربما تنتج استقرار فعلي في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. نشكر حضرتك جدا أستاذ عادل الفايدي عضو لجنة المصالحة الوطنية الليبية، وبشكر زميلي أستاذ إسلام شريدح رئيس تحرير الشبكة العالمية للأخبار. كان معاكم برنامج أنا وضحى، بنيجي كل يوم اثنين الساعة 3 العصر مباشر على قناة الصحة والجمال. انتظرونا الحلقة القادمة.